اسمحوا لي بداية ان انا انتقل لبورسعيد، زميلي محمد جمال من هناك ولقاء من داخل غرفة عمليات ميناء بورسعيد. اتفضل يا محمد. نعم كمال، كاميرا تن تي في لا تزال متواجدة معكم داخل مدينة بورسعيد للاحتفال بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأنا متواجد الآن كمال داخل مكتب حركة ميناء بورسعيد، ومعي ضيفي القبطان أحمد رضا حلمي قائد ميناء بورسعيد. سيادة القبطان أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية، كيف ستؤثر قناة السويس الجديدة على حركة التجارة أو حركة ميناء بورسعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله قناة السويس الجديدة هتزود سعة دخول المراكب ذات الغواطس فوق 45 قدم، وكثافة المراكب، يعني المراكب جات لها فترة العدد بتاعها قل وحجمها زاد، وبعدين دلوقتي العدد بتاع المراكب السفن الغواطس العملاقة زادت وأعدادها كترت، فبالتالي تداول الحاويات ودخول السفن ذات الحمولات الكبيرة هتزداد في قناة السويس إن شاء الله. ميناء بورسعيد من الموانئ المهمة بالنسبة للجمهورية، يعني هل هناك خطوة لتطوير ميناء بورسعيد في المرحلة المقبلة؟ إن شاء الله في كذا خطوة في تنمية المحور، منهم أول حاجة إن شاء الله هتبتدي بكرة إن شاء الله، اللي هو عمل مجرى ملاحي خاص بميناء شرق التفريعة. ميناء شرق التفريعة هيبقى المجرى الملاحي حوالي طوله إن شاء الله 9 كيلو وتسعة كيلو متر، وإن شاء الله ده هيزود، وبعدين الرصيف هيمتد، يعني هيمتد لغاية الرصيف، تداول الحاويات اللي في ميناء شرق التفريعة هيمتد، وهتبقى ساعة التخزين بتاعته لغاية 17 كيلو. تمام، ده هيسمح بدخول عدد أكبر من السفن لميناء شرق التفريعة، وبالتالي هيسمح بتداول حاويات أكتر والاستفادة مصر إن شاء الله، وبالإضافة للمناطق اللوجستية اللي هتقام حوالين هذا الموضوع هيبقى في إصلاح سفن وإمداد وتموين للسفن. تمام، كل ده إن شاء الله هيأثر إيجاب على قناة السويس إن شاء الله وعلى مصر. كيف سيؤثر هذا بالإيجاب على حركة التجارة بصفة عامة في مدينة بورسعيد؟ بالتالي طبعا هيتعمل حوالين الاماكن دي، هيبقى في اماكن انتظار وفي لوكندات وفي اماكن سياحيه هتتفتح. تمام، واطقم المراكب دي هتنزل، يعني هيبقى في سياحه داخليه لمينا بورسعيد، وممكن يروحوا للاهرامات والمناطق القريبه الاثريه في جمهوريه مصر العربيه. تمام، فدي هتسمح بتداول التجاره اكتر لأطقم المراكب إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة القبطان. يعني اسمح لنا كمال إن احنا نتعرف على الدور اللي بيقوم بيه العاملين بمكتب حركة ميناء بورسعيد، يعني بداية اسمح لي إن انا اتعرف بيك. محمد العباسي، أهلا بيك. قولي دورك إيه؟ هنا قناة 13، قناة 13 وهي المسؤولة عن حركة السفن داخل ميناء بورسعيد، بما فيه ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد. عندنا هنا عدد المرابط داخل ميناء بورسعيد، منها رصيف الحاويات، رصيف شريف، وعندنا واحد احمر، اتنين احمر للمراكب السياحية. عندنا منطقة الجونة، عندنا في ميناء شرق بورسعيد وبيحتوي على المراكب ذات الغواطس، مما يؤدي الى تنشيط حركة السياحة في بورسعيد وزيادة السفن العابرة في منطقة بورسعيد. ونتمنى التوفيق لنا والمصر جميعا، ومبروك لافتتاح قناة السويس الجديدة، وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يعني ننتقل الآن إلى أحد العاملين الآخرين بمكتب حركة ميناء بورسعيد، أتعرف بيك. محمد إيناوي، رصاد في المياه. قول لي الدور اللي أنت بتقوم بيه. هنا حضرتك على قناة 12، احنا بيتم التعاون مع السفن وهي جاية لقدس بورسعيد، ناخد بياناتها وبيتم ليها مخطاف، متحدد لها مكان مخطاف، واثناء القوافل قبل القوافل بيتم تجهيزها وترفع مخطفها وتخش لغايه المجرى الملاحي الغاطس لغايه اما مرشد المينا بيطلع عليها.
شكرا جزيلا لحضرتك. يعني اسمح لي بداية، وانا اعلم انك المسؤول عن هذه الوردية، يعني ما الدور الرئيسي الذي يقوم به مكتب حركة ميناء بورسعيد في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بالنيابة عن تحركات بورسعيد ومكتب ميناء بورسعيد، بتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق مهاب مشك والشعب مصر العظيم على الافتتاح الكبير لقناة سويس الجديدة. إذا كلمنا حضرتك عن ميناء بورسعيد، ميناء بورسعيد يختلف عن أي ميناء في العالم. ميناء بورسعيد لو كلمنا عنه نقول ميناء بورسعيد قفلة شمال اللي متجهة للجنوب، نقول ميناء بورسعيد شرق التفريعة، نقول ميناء بورسعيد رصيف حاويات بورسعيد، نقول ميناء بورسعيد رصيف عباس القديم، رصيف شريف، رصيف تسليم صاحبه، رصيف حسين الملح. ولو اتكلمنا عن ميناء بورسعيد بتخدم القطارات اللي بتخدم الحفارات اللي بره كلها، ميناء بورسعيد بمرشدينها برجالتها بتحركاتها تبذل أقصى مجهود لسمعة مصر الحبيبة. إذن اليوم افتتاح قناة السويس الجديدة، هل هناك تأثير ترونه قريبا بالنسبة لهذه القناة على ميناء بورسعيد؟ القناة الجديدة ده فتحة خير على مصر كلها وعلى عالم أجمع، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونكمل وتبقى دبل ويوفق رئيسنا عبد الفتاح السيسي، ونعرف ان الحمل تقيل قوي عليه، فربنا يوفقه ويجعله عون ومعون للعالم العربي ولأمة لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا جزيلا لك. يعني كمال، كانت هذه جولة لنا داخل مكتب حركة ميناء بورسعيد للتعرف على الدور الذي يقوم به مكتب الحركة هنا، إضافة بالطبع إلى تأثير قناة السويس الجديدة على ميناء بورسعيد، هذا على الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي وتحديدا خارج الميناء وفي شوارع بورسعيد، هناك بالطبع أجواء احتفالية من قبل المواطنين، وسبق أن ذكرت لك أن هذه الأجواء الاحتفالية مستمرة منذ 3 أيام. إلى جانب هذه الأجواء الاحتفالية، هناك انتشار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة المتمركزة في كافة الشوارع الرئيسية والميادين الرئيسية، إضافة إلى مداخل ومخارج مدينة بورسعيد. أعود إليك كمال في الاستوديو. أشكرك بالتأكيد، شكرا جزيلا زميلي محمد جمال مراسل تيم تي في، كنت معنا من بورسعيد.